وَمَا وردت إلينا أسئلة أيضا عبر خدمة الرسائل. أخت تقول: أنا سنية متزوجة من شيعي، وعندي منه 3 أولاد، وهو يمنعني أن أصلي، فماذا أفعل؟ طبعا بالنسبة للسنية متزوجة من شيعي، كعقد العقد صحيح طالما أنه يعني مسلم، ما لم يكن يعني عنده شركيات، كالقول بأن الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، أو أنه يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطوف حول القبور، أو يدعو غير الله. إذا كان عنده هذه الشركات، القول بتحريف القرآن وغيرها من الشركات المنتشرة عند كثير منهم، إذا كانت عنده هذه الشركات فلا يجوز لها أن تبقى معه. أما إذا لم يكن عنده شيء من ذلك، وإنما كان شيعيا، خلينا نقول عند بعض البدع أو عند بعض الأخطاء أو كذا، فتبقى معه. إلا إن قولها إنه يمنعها من الصلاة، هذا يدل على تعصبه لمذهبه. فإذا كان الأمر كذلك فأقول لها لا تبقي معه. نعم، بارك الله فيكم، لا أن تبقى معه.